بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله يا دكاتره هنتكلم في الفيديو ده عن المحاضره السادسه من محاضرات السي في اس فيسيولوجي. نبدا على بركه الله. بنتكلم في المحاضره عن الارتيريال بلاد بريشر، ضغط الدم. لما نحب نعرف ضغط الدم بنقول ان هو الفورس، القوه اللي بتبذل على الجدار بتاع الاوعيه الدمويه بواسطه البلد اللي بيبقى ماشي جواها. يبقى ده الفورس اكزيرتد باي ذا بلد اون ذا وول اوف ذا ارتريز. جميل. ضغط الدم ده هو المسؤول زي ما احنا خدنا في المحاضره اللي فاتت عن البلد فلو، سريان الدم للانسجه. طيب الضغط عندنا نوعين اتنين، عندنا سيستوليك بلد بريشر ودايستوليك بلد بريشر. سيستوليك يعني ضغط الدم الانقباضي، والليفت فينتريكل بيعمل كونتراكشن، فده بيؤدي عندنا الى السيستوليك بلاد بريشر. طيب الدايستوليك بلاد بريشر ده ضغط الدم ديورنج الدايستول والقلب قافل الصمامات بتاعته، برضه بيبقى موجود عندنا ضغط داخل الشرايين. لو انت فاكر كان ايه سببه؟ كان سببه الالاستيك ريكويل اللي بيحصل عندنا من الارتريز. الارتريز بتبقى مخزنه طاقه وضع بتتحول لطاقه حركه، بتؤدي عندنا الى الدايستوليك بلاد بريشر، فتمنع الانخفاض في ضغط الدم. تاني حاجه ان بيبقى موجود عندنا بريفرال ريزيستنس، مقاومه طرفيه. المقاومه دهيت برضه هي السبب في حدوث الدايستوليك بلاد بريشر. وخلي بالك ان ده هو من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، لازما طول الدوره بتاعه الكاردياك سايكل يكون موجود عندنا ضغط دم في الشرايين، لان ضغط الدم ده هو المسؤول عن سريان البلاد فلو عندنا للانسجه. لازم يكون في عندنا سيستوليك بلاد بريشر ديورنج الكونتراكشن ودايستوليك بلاد بريشر ديورنج الريلاكسيشن، حتى والصمامات مقفوله فهتلاقي عندك ضغط دم موجود في الشرايين. الحته دي مهم جدا تكون فاهمها. حته كمان ازودها لك ان الدايستوليك بلاد بريشر دهوت هو المسؤول عن البلاد فلو اللي رايح عندنا لمين؟ للكوروناري ارترز، للشرايين التاجيه. الشرايين التاجيه دي هي الشرايين اللي بتغذي القلب، فالقلب وهو بينقبض الشرايين دهي بتبقى ضيقه وبتبقى مقفوله، فبتاخد كميه دم بسيط ديورنج السيستول. اول ما يحصل عندنا بقى الدايستول ويحصل دايستوليك بلاد بريشر، الدايستوليك بلاد بريشر هو بقى اللي بيعبي الكوروناري ارترز دهيت بالدم. الحته دي مش مكتوبه دلوقتي في المحاضره، بس ان شاء الله هناخدها بعدين، فتبقى فاهمها من دلوقتي. يبقى لو حبيت تعرف السيستوليك بلاد بريشر، ده البريشر في الارترز ديورنج السيستول. طب الدايستوليك ده البريشر ديورنج الدايستول والقلب مريح. ده ايه السبب فيه؟ البامبنج اوف ذا بلاد فروم ذا هارت في الاورطه والبيج ارترز. طيب الدايستوليك ايه السبب فيه؟ قال لك اول حاجه ان هو نوت ريليتد تو بامبنج اوف ذا بلاد، اصلا ده ديورنج الدايستول يعني عندنا الاورتيك فالف قافل، يبقى ملوش دعوه بالبامبنج اوف ذا بلاد. امال زي ما انا شرحت لك له دعوه بمين؟ بالالاستيك ريكويل، ورقم اتنين بالبريفرال ريزيستنس. طيب ده بيعتمد على مين؟ السيستوليك بلاد بريشر بيعتمد على الكاردياك اوتبوت والالاستيسيتي بتاعت الارتريز. والله الكاردياك اوتبوت يعني بيتدفق عندنا الدم، تدفق الدم ده له ضغط فعمل السيستوليك بلاد بريشر. وعلشان السيستوليك بلاد بريشر ده ما يعلاش قوي، لو انت فاكر من المحاضره اللي فاتت كان عندنا خاصيه الالاستيسيتي اللي احنا كنا بنقول عليها الكومبلاينس، ان الارتريز ده بتستوعب الضغط فبالتالي ما يعلاش قوي. يبقى السيستوليك بيعتمد على الكاردياك اوتبوت وبيعتمد على الالاستيسيتي اوف ذا ارتريز. طيب الدايستوليك بيعتمد على مين؟ بيعتمد زي ما قلنا على البريفرال ريزيستنس، المقاومه الطرفيه. طيب المقاومه الطرفيه ده كانت بتعتمد على ايه من المحاضره اللي فاتت؟ كانت بتعتمد على الديامتر وبتعتمد على الفيسكوزيتي. جميل. بعد كده الفاليو بتاع السيستوليك بلاد بريشر قال لك ده هو الماكسيمم بريشر في الكاردياك سايكل، وبيبقى مع البيك بتاعت الماكسيمم ايجكشن فيز. لو انت فاكر من الكاردياك سايكل اهو ده القيمه الماكسيمم للضغط ديورنج الكاردياك سايكل. طيب
طيب الدايستوليك ديت القيمه المينيمم ديورنج الكاردياك سايكل. الرينج بتاع السيستوليك بيبقى من 90 ل 150 او ل 140. طيب الافريج بتاع السيستوليك يعني المتوسط بيبقى 120 ملي متر زئبق. طيب بالنسبه للدايستوليك قال لك الرينج بتاعه ما بين 60 و90 والافريج بيبقى 80. جميل. عندنا مصطلحين اتنين تانيين. المصطلح الاولاني اسمه البلس بريجر. يعني ايه البلس بريجر؟ بلس بريجر يعني احنا بنجيب السيستول ونطرح منه الدايستول، ده بيجيب لي البلس بريجر. اهو خلي بالك اهو، ده السيستول وده الدايستول، الفرق ما بينهم ده بنسميه البلس بريجر. يعني 120 ناقص 80 هتلاقيه بيساوي 40. القيمه ده هي المسؤوله ان انت تحس البلس، تحس نبضات القلب بتاعتك. كل ما البلس بريجر ده يبقى عالي، يعني الفرق ما بين السيستول والدايستول كبير، كل ما البلس بتاعك يبقى اقوى، وكل ما يقل كل ما البلس يقل. يبقى ده الديفرنس بتوين السيستوليك اند دايستوليك بريجر بيساوي كام؟ 120 ناقص 80 بيساوي 40. عندنا مصطلح تاني اسمه المين سيستميك ارتيريال بلاد بريجر، يعني متوسط ضغط الدم داخل الشرايين في كل الكاردياك سايكل. لو جيت تبص على الكيرف ده هو بتاع البريجر هتلاقي عندك ان دي القيمه بتاعت الدايستول، تطلع تلاقي السيستول، وبعد كده فاكر الدايكروتيك نوتش والدايكروتيك ويف، وبعد كده ينزل عندنا للدايستول تاني. طيب فالشكل ده هو بيبقى فيه عندنا تذبذب في الضغط، فما ينفعش لما اقول لك مين المفروض ان هو مين، يعني ايه يعني متوسط؟ يعني تقول لي نجمع 120 و80 ونقسمهم على 2 ده المتوسط. قال لك ما ينفعش هنا، امال بنعمل ايه؟ طبعا الكلام دوت برضه الشرح مش موجود عندك بالتفصيل، ده زياده فهم. فاحنا بنجيب المساحه اللي بتبقى تحت الكيرف دوت، جميل، ونجيب النقطه اللي عندها بنصف الشكل ده اهو لجزئين متساويين في المساحه. عارف ده اسمه ايه؟ اسمه الجيومتريك افريج. يعني جبنا الافريج من الشكل اللي قدامنا دهوت. فبنجيب النقطة دهي، طبعا النقطة دهي بيبقى لها معادلة هنجيبها دلوقتي. فعند النقطة دهي يبقى دهو ضغط الدم المتوسط المين ارتيريال بريجر. طيب ايه هي بقى المعادلة اللي بنجيب منها المين ارتيريال بريجر؟ قال لك بسيطة قوي، بنجيب الدايستوليك ونجمع عليه تلت البلس بريجر. يعني تلت الكام؟ تلت السيستول ناقص الدايستول. ده يجيب لك مين؟ يجيب لك المين ارتيريال بريجر. جميل. يبقى الديفينيشن ده الافريج بريجر ان ذا ارتريز ثرو ذا كاردياك سايكل، في كل الكاردياك سايكل. رقم 2 الفاليو بتاعته الدايستوليك بريجر زائد ثلث البلس بريجر، يعني 80 زائد ثلث ال 40 هتلاقيها تقريبا بتساوي 93. ايه الامبورتنس بتاعته؟ قال لك ده ريسبونسبل فور درايفنج بلاد تو ذا تيشوز through out the cardiac cycle. ده متوسط ضغط الدم اللي بيحرك عندنا الدم داخل الشرايين في كل الكاردياك سايكل. لو انت فاكر من فيديو المره اللي فاتت كنا بنقول سريان الدم بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الدلتا بي، وكنا بنعوض في الدلتا بي دهيت بايه؟ بالمين ارتيريال بريجر ناقص الرايت اتريال بريجر. الرايت اتريال بريجر ده كان بصفر، يبقى المعادله عندنا الكاردياك اوتبوت بيساوي المين ارتيريال بريجر على التوتال بريفرال ريزيستنس. هو ده هو المين ارتيريال بريجر بقى اللي بيعتمد عليه سريان الدم او الكاردياك اوتبوت. تمام يا شباب. يبقى المين سيستميك ارتيريال بريجر ده مسؤول عن سريان الدم. خلي بالك في كلمة تانية ممكن نستخدمها هنا. ايه هي الكلمة دي؟ كلمة البرفيوجن. يعني ايه البرفيوجن اوف التيشوز؟ يعني التروية النسيجية، وكأن الدم بيروي الانسجة. البرفيوجن ده مين اللي مسؤول عنه؟ المين سيستميك ارتيريال بريجر. جميل. طيب هل في فيسيولوجيكال فاريانتس في الارتيريال بلاد بريشر؟ هل ضغط الدم متغير؟ طبعا بيتغير على حسب ايه؟ رقم واحد على حسب الايدج السن. قال لك النيو بورنز حديث الولاده البريشر بتاعهم بيبقى 80 40. طيب الاطفال عند سن 4 سنين بيبقى 165. طب النورمال ادلتس
سن ال20 بيبقوا 120 80. طب لما نعلى بالسن بقى ويبقى 60 سنة بيبقى 150 90. الضغط بيعلى ليه؟ لأن الإلاستيسيتي بتاعت شرايين الناس الكبار بتقل. ولما الإلاستيسيتي تقل ده معناه إيه؟ معناه إن الكومبلاينس اللي كان مسؤول إن هو ما يعليش السيستوليك بلاد بريشر قوي هيقل، فبالتالي بتلاقي السيستوليك بلاد بريشر بيزداد، فتلاقيه وصلوا بقى 150 90. يبقى الانكريس في البريشر ده بسبب الديكريس في الإلاستيسيتي. تاني حاجة عندنا السكس، قال لك قبل سن ال 45 الفيميلز ضغطهم بيبقى أقل من الميلز. طيب بعد سن ال 45 الفيميلز ضغطهم بيبقى أكبر من الميل، ليه؟ قبل سن ال 45 بيبقى الفيميلز لسه الهرمونات بتاعتها شغالة، فالهرمونات ده هي بتقلل ضغط الدم بتاعها. طيب بعد سن ال 45 وفترة انقطاع الطمس أو المينوبوز بيحصل عندنا إن الهرمونات دي ما عادتش موجودة، فيبدأ ضغط دمهم يرتفع. طيب عندنا بعد كده الإفكت أوف ذا جرافيتي، تأثير الجاذبية. القلب بيبقى عندنا في نص الصدر هنا أهو، الدم اللي بيضخ عندنا من القلب شوية منه بيطلعوا فوق للهيد والنك وشوية تانيين بينزلهم لباقي الجسم، وده تأثير الجرافيتي اهوت. والله لو الكولوم اوف ذا بلاد عمود الدم اللي طالع من القلب مع الجرافيتي فمعنى كده ان الاتنين في نفس الاتجاه يبقى ضغط الدم هيزداد واحنا نازلين لتحت. طب لو هو عكس الجرافيتي يبقى ضغط الدم هيقل. جميل، هيزداد بمقدار قد ايه ويقل بمقدار قد ايه؟ قال لك بيزداد ويقل بمقدار 77 من 100 ملي متر زئبق لكل سنتي بعيدا عن القلب. يبقى كل سنتي فوق ضغط الدم بيقل 77 من 100 ملي متر زئبق لكل سنتي. طب واحنا نازلين ضغط الدم بيزداد 77 من 100 ملي متر زئبق لكل سنتي. فقال لك هنا مثال اهو، نفرض ان ضغط الدم عند القلب دلوقتي في نفس المستوى بتاع القلب كان ملي متر زئبق. لو احنا طلعنا 50 سنتي اباف الهارت، 50 سنتي فوق القلب، يبقى 100 ناقص 50 في 77 من 100 هتساوي عندك 62.5. طيب لو احنا نزلنا 100 سنتي تحت القلب يبقى 100 زائد 100 في 77 من 100 هتلاقي بتساوي عندك 177 ملي متر زئبق. وعلشان كده لما بنيجي نقيس ضغط الدم المفروض ان انت بتخلي دراع العيان في نفس مستوى القلب، بحيث لما انت تيجي تقيس ضغط الدم في دراعه يبقى في نفس مستوى القلب، فيطلع عندك قيمة البلاد بريشر اللي طالعه في الاورطة. طيب عندنا كمان الافكت اوف الاكسرسايز، التمارين الرياضيه. التمارين الرياضيه بتزود ضغط الدم وممكن يوصل عندنا ل 180 ملي متر زئبق. الميلز بعد الوجبات ضغط الدم بيزداد، ليه؟ لان دلوقتي الاوعيه الدمويه بتاعه المعده والامعاء بتبدا ان هي يحصل فيها فازو دايليتيشن. لما يحصل فيها فازو دايليتيشن زي السبلانكينج بلاد فيزلز واحنا بناكل، معنى كده ايه؟ ان الدورة الدموية شغالة عندنا في الامعاء وبتاخد الدم ده اللي عمال يمتص عندنا الغذاء ويوديه للقلب في صورة فينوس ريتيرن، فده بيزود الفينوس ريتيرن يعني بزود الكاردياك اوتبوت، يعني بيحصل عندنا ايه؟ بيحصل عندنا زيادة في الارتيريال بلاد بريشر. طيب ديورينج الريسبيريشن واحنا بنتنفس، التنفس حاجتين اتنين، انسبيريشن شهيق واكسبيريشن زفير. قال لك ديورنج الانسبيريشن السيستوليك والدايستوليك الاثنين بيقلوا بمقدار تقريبا 10 ملي متر زئبق. طيب ديورنج الاكسبيريشن الاثنين بيزدادوا تقريبا بقيمه 10 ملي متر زئبق برضو. ايه تفسير الكلام ده؟ هوت دي دلوقتي الرئه هي، حلو، الرئه دي لما نعمل انسبيريشن، لما نعمل انسبيريشن معنى كده ان بيتولد عندنا ضغط بالسالب، الضغط السالب ده هو بيوسع الرئة، لما الرئة توسع معنى كده ان الأوعية الدموية اللي فيها هي كمان هتوسع، فبقول لك ده هو بيزود الكباسيتي بتاعت البلمونري سيركيوليشن، يعني بتستوعب كمية دم اكتر، فاكن الدم بيرقد شوية جوه الرئة ديورنج الانسبيريشن، فده بيقلل الفينوس ريتيرن اللي راجع للقلب. انت عارف ان الدم
بيجي من الرئه ويدخل عندنا في الليفت اتريوم، فالدم الفينوس ريتيرن هيقل شويه، فده يقلل الارتيريال بلاد بريشر، والعكس بيحصل ديورنج الاكسبيريشن. لما بيحصل اكسبيريشن يعني حجم الرئه بيقل، لما يقل يضغط على الاوعيه الدمويه بتاعه الرئه او البلمونري سيركيوليشن، فيزود الفينوس ريتيرن ويزود الارتيريال بلاد بريشر. عندنا بعد كده ايه هي الفاكتورز اللي بتحدد الارتيريال بلاد بريشر؟ فكرك بالقانون اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، اللي كان بيقول لك ان الفلو بيساوي الدلتا بي على التوتال بريفرال ريزيستنس، ده اسمه الاومز لو. طيب لو حبينا نطبقه على السيركيوليشن، الفلو هو الكاردياك اوتبوت، الدلتا بي هو المين ارتيريال بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر على البريفرال ريزيستنس. احنا عارفين ان الرايت اتريال بريشر قيمته بتساوي صفر، يبقى الكاردياك اوتبوت بيساوي المين ارتيريال بريشر على البريفرال ريزيستنس. يبقى المين ارتيريال بريشر بيساوي ايه؟ طرفين في وسطين، هتلاقيه بيساوي عندك الكاردياك اوتبوت في البريفرال ريزيستنس. فك الكاردياك اوتبوت ده لايه؟ الستروك فوليوم في هارت ريت. لو انت فاكر الكاردياك اوتبوت كان بيساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت، كميه الدم اللي بتطلع في الدقه الواحده او في الكاردياك سايكل الواحده اضربها في الهارت ريت يدي لك كميه الدم اللي بتطلع في الدقيقه. جميل، يبقى الارتيريال بلاد بريشر بيعتمد على الستروك فوليوم والهارت ريت والبريفرال ريزيستنس. فاول حاجه ايه تاثير الستروك فوليوم على البلاد بريشر؟ قال لك زيادة الستروك فوليوم بتؤدي عندنا إلى زيادة السيستوليك والدايستوليك، بس بتزود السيستوليك أكتر من الدايستوليك بلاد بريشر زي ما احنا قلنا، لأن السيستوليك بيعتمد على البامبنج أوف ذا بلاد. طيب يبقى اهو دي أربع أسهم أهي، ودول سهمين اتنين بس الدايستوليك. طيب بالنسبة للبلس بريشر، البلس بريشر ده كان بيساوي إيه؟ بيساوي السيستوليك ناقص الدايستوليك. السيستوليك هيزداد قوي والدايستوليك هيزداد شويه صغيرين، يبقى المحصله زياده البلس بريشر. جميل، طيب بالنسبه للهارت ريت ايه تاثيره؟ قال لك انكريز الهارت ريت والستروك فوليوم ثابت، ده بيزود عندنا الارتيريال بلاد بريشر. زياده الهارت ريت بتزود الارتيريال بلاد بريشر. طيب بالنسبه للبريفرال ريزيستنس، البريفرال ريزيستنس كانت بتعتمد على الارتيريولر ديامتر وبتعتمد على الفيسكوزيتي، فلو حصل عندنا فازو كونستريكشن في الارتيريولز ده بيؤدي الى رقم واحد زياده الريزيستنس. زياده الريزيستنس معناه زياده الاثنين السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر، بس مين يعلى اكتر السيستوليك ولا الدايستوليك؟ لسه قايلين فوق ان الدايستوليك بيعتمد على الريزيستنس، يبقى الاثنين هيزدادوا، بس مين يزداد اكتر؟ الدايستوليك يزداد اكتر من السيستوليك بلاد بريشر. كل الكلام اللي بنقوله كلام ام سي كيو مهم. طيب بالنسبه للبلس بريشر، احنا دلوقتي عندنا اهو البريفرال ريزيستنس بيساوي السيستوليك ناقص الدايستوليك. لما اقول لك ان الدايستوليك ده عالي قوي والسيستوليك عالي شويه صغيرين، الدايستوليك بعد العلامه السالبه اهو، اذا ايه اللي يحصل؟ البلس بريشر بيقل. جميل، يبقى زياده الستروك فوليوم بتزود البلس بريشر، الارتيريولر فازو كونستريكشن بيقلل البلس بريشر. طبعا بقى بنعكس الكلام لو حصل عندنا فازو دايليتيشن او لو قل الستروك فوليوم. طبعا الفيسكوزيتي بتزود عندنا البلاد بريشر. اخر حاجه عندنا الارتيريال بلس. ايه هي حكايه النبض اللي احنا بنحسه في ايدينا دهوت او بنحسه عندنا في رقبتنا في الكاروتيد ارتري؟ قال لك البلس ده عباره عن موجات، لما القلب بيبدأ يضخ الدم بيتكون عندنا موجات في الشرايين، الموجات ده سرعتها بتبقى أكبر من السرعة بتاعت سريان الدم ذات نفسه، فكل نبضة بتحصل عندك من الليفت فينتريكل انت بتحس الأثر بتاعها في البلس اللي موجود عندك في الشرايين. طيب سرعة الويفز ده هي بيبقى كام؟ بتبقى 7 متر لكل ثانية، دي بنسميها بريجر ويفز. يبقى الميكانيزم بتاع البلس قال لك البلد اللي بيطلع عندنا في الاورطة ديورنج السيستول بيعمل عندنا بريجر ويفز، بتنتقل عندنا في الارتريز وتوسع الشرايين، فلما توسع عندنا الشرايين وترجع تضيق تاني، لما الويفز تقل وبعد كده توسعها وبعد كده تقل تاني، ده كله انت بتحسه في صورة بلس. الفاليو القيمة بتاعت البلس ده هو اول حاجه السرعه الفيلوسيتي بتاعتها بتبقى كام؟ بتبقى 7 متر لكل ثانيه.
طب انت بتحس كام بلس بير مينت؟ اكني بقول لك الهارت ريت. يبقى قيمه البلس بتساوي قيمه الهارت ريت. قال لك الريت اوف ترانسميشن بيعتمد على الالاستيسيتي بتاعت الوول. ازاي يا دكتور؟ قال لك وجدنا في الناس اللي عندهم اثروسكليروزس، تصلب الشرايين، لقينا ان الريت بتاع وصول الويفز ده بيبقى اسرع، بيكام فاستر. يبقى لما الالاستيسيتي قلت الريت بتاع الويفز دهيت كبر. ليه؟ لان لما الالاستيسيتي قلت بقى في عندنا تصلب في الجدران بتاع الاوعيه الدمويه. الحاجه لما تبقى صلبه يعني جزيئاتها مقربه من بعض، فبالتالي الويفز تنتقل فيها بسرعه، فده تفسير ليه الاثروسكليروزس بيزود الريت بتاع البريجر ويفز دهيت. طيب بنحس البلس فين؟ بنحسه عندنا في الشرايين. زي مين يا دكتور؟ زي الكاروتيد ارتري، ده شريان كبير كده موجود عندنا في النك. البريكيال ارتري ده بيبقى موجود في الارم. الراديال ارتري ده بيبقى موجود في الفور ارم. عندك كمان الفيمورال ارتري ده بيبقى موجود عندنا هنا كده في الصاي في الفخذ. البوبليتيال ده بيبقى ورا الركبه. عندنا بوستيريور تيبيال ودورزاليس بيدس. من اهم واحد فيهم الكاروتيد بالس، لان هو من الاورده الكبيره اللي بتبقى متصله تقريبا بشكل مباشر مع الاورطه، وده البالس اللي بنحسه لما بيحصل عندنا عفانا الله واياكم كاردياك ارست. العيان لما نيجي نعمل له اسعافات اوليه بيزك لايف سبورت او ادفانسد لايف سبورت، اول حاجه ايدينا بتروح عليها هو الكاروتيد. ليه؟ لان الشرايين اللي بتبقى طرفيه اكتر ده ممكن الويفز ما توصلهاش قوي، يعني ديورنج الكاردياك ارست او لو في عندنا اي مشكله في القلب فالبامبنج فانكشن بتاع القلب بتقل. فانت عشان تلقط ان في عندك اي بامبنج فانكشن فتروح لاقرب ارتري وتحس فيه، اللي هو مين؟ اللي هو الكاروتيد ارتري. ايه هو الفيسيولوجيكال امبورتانس بتاع البلس؟ رقم واحد عن طريق البلس بنحدد الهارت ريت، قلنا قيمة البلس بتساوي الهارت ريت. رقم اتنين بنحدد الرزم، بنشوف نظم القلب الكهربية منتظمة ولا غير منتظمة، ريجولار ولا ايه ريجولار، يعني كل فترة زمنية ثابتة بيجي عندك نبضة ولا النبض في خلل بشكل عشوائي، فده الريجولار. تالت حاجة بنحس البلس بريجر. البلس بريجر الفرق ما بين السيستول والدايستول، قلنا ده هو مسؤول عن قوة النبضة. قوة النبضة او البلس بريجر بيبقى عالي ديورنج الاكسرسايزز. ليه؟ ديورنج الاكسرسايزز الستروك فوليوم بيزداد، يعني السيستوليك بلاد بريجر بيزداد، فيبقى كده البلس بريجر بيزداد فانت تحس النبضة قوية. طب ديورنج الهيموريدج لما بيحصل عندنا نزيف، بيحصل نزيف يعني الفينوس ريتيرن بيقل للقلب، يعني الستروك فوليوم بيقل، يبقى البلس بريجر بيقل. اخر حاجه ان احنا بنشوف الالاستيسيتي بتاعه الارتريز اللي بتكون قليله في حالات زي الاثروسكليروزس. بنجيب الارتر كده نحسه بثلاث صوابع ونبدا نعمل له رولينج، نحركه تحت ايدينا، لو لقيته شبه الحبل وانت عمال تحرك فيه فده معناه ان الارتر ده هو الوول بتاعه متصلب، فتعرف ان العيان عنده اثروسكليروزس. تمام يا شباب، محاضرة خفيفة وبسيطة وبتعتمد بشكل كبير على الكلام اللي احنا خدناه في الفيديو اللي فات.